أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. عدنا مرة أخرى عشان نعمل المسرحية بتاعة الموليكولار ثيوري أوف كونتراكشن، واللي قلت إن هو هاكسلي هو اللي قال نظرية السلايدنج. الحقيقة أنا حاولت في الفترة دي يا شباب إن أنا أوضب المسرح، لأني أول مرة في حياتي بعملها لوحدي يعني. فلك أن تتخيل إن أنا I have to design حاجات الإضاءة وهعملها إزاي. فحاولت أفكر في الخمس دقايق الماضية، إنما يعني أتصور إنها تبقى معقولة. الأول بحب أشكر الدكتور مصطفى والدكتور إسلام، الناس اللي بيتعبوا معانا وبينزلوا الحاجات ليكم على اليوتيوب. تعبهم أنا مقدره ولا يقل عن المجهود اللي بعمله، لأن هم يعني أتصور بيساهموا في إتاحة هذا الكلام. أنا فكرت الأول فكرة يا أولاد عشان اللي يفتح المحاضرة دي وهي تبقى فيديو مستقل، تعالى نديلها عنوان اللي هو الستراكشر مسل والمسرحية. يعني أعيد الستراكشر تاني في عجالة، عشان ممكن لو أنت عاوز المسرحية بس وهي أهم جزء في السكيليتال مسل، السؤال التاني وهو الأهم والأصعب، ما فيش حاجة صعبة هتنبسط منها جدا دلوقتي I assure you. فتعالى نبص مع بعض تاني كأن هنشرحها من أول الستراكشر، أعيده تاني وبعدين اعمل لك المسرحيه باذن الله. قلنا ان الماسلز، اتمنى ان يكون صوتي بعيد كده، ان الماسل بتتعمل من فايبرز شعرات، والشعره من شعيرات مايوفايبرلز، والشعيرات كل شعيره بتتكون من مايوفيلامنتس اللي هي الخيوط. ده الترتيب بتاع الماسل. يعني السكيليتال ماسل الوحدات الاصغر اسمها muscle fibers، اللي هي muscle cell. لما سألت مين muscle cell، هي muscle fibers. يبقى العضلة معمولة من شعرات muscle fibers، وكل شعرة من شعيرات الحاجة الأصغر myofibrils، وكل شعيرة معمولة من myofilaments يعني خيوط العضلة. طبعا myo يعني عضلة. تعال نتفرج على الخيوط. في ثلاث خيوط أساسية يا أولاد. الأهم طبعا هو المايسين والأكتين، خلاص دول خيطين أساسيين. وعين في الألفا أكتينين هنتكلم عليه. دي بقى لو أنت بتنظر تحت المجهر، هما دول يعني دول النوعين الأساسيين في العضلة من الخيوط. المايسين ده تعرف لي عنه إن ده الثيك فيلمنت، ده ثيك فيلمنت عشان كده سموه مايسين، يعني البروتين اللي بيشكل العضلة أساسا، ده الثيك فيلمنت المايسين. انتر ديجيتيتنج متداخل معاه الثين فيلمنتس اللي هي عاملها باللون الأحمر وأكتن. طبعا كان مفروض أعملها باللون الأبيض بس زي ما قلت خفت ما تبانش. يبقى لو انت بص تحت المجهر هتلاقي فيه شريط غامق اللي هو المايسين، وعلى جنبه هنا الأكتن، والأكتن شريط فاتح. عشان كده استحقت السكيليتال ماسل، وزيها بالظبط مع فروق بسيطه الكاردياك ماسل، ان نسميهم سترايتد ماسلز، بسبب ان هم زي الحمار المخطط كده قلنا بالظبط. مايسن اللي هو الدارك باند في النص، وبعدين في هنا لايت باند وهنا لايت باند. لان المايسن غامق فسموه الاي باند، والاكتين المفروض هنا افتح فسموه الاي باند. وشرحت في المعنى يعني ايه I band، جاي من كلمة isotropic to light يعني بيلمع في الضوء. فأول حرف في isotropic هو حرف الـ I، و isotropic يعني بيلمع في الضوء، فبقى الـ actin بيسموه I band. بينما الغامق an isotropic يعني ما بيلمعش في الضوء، فعشان كده بنطلق عليه الـ A band، عشان أول حرف في an isotropic هو A. نيجي بقى عد معايا الاسئله. اول سؤال في الام اس كيو هيسالك الاي باند بتحتوي على ايه؟ اكتين فقط. طب تاني سؤال بتغلطوا فيه، طب الاي باند اللي هي انيزوتروبيك اللي هي ما بتلمعش اللي هي الغامقه بتحتوي ايه؟ مايسين واكتين، مايسين واكتين، يبقى مش مايسين فقط، يبقى ما تغلطش. يبقى اول سؤال الاي باند اكتين فقط، الاي باند مايسين واكتين. السؤال الثالث، في نص المايسين في منطقه لا يتداخل فيها الاكتين فبتبان لايتر افتح قليلا، نسميها الاتش زون.
قلت اللي اشتغل الشغل ده اساسا هو الالمان. فكلمه حرف اتش جت من كلمه هيلر يعني افتح في الالمانيه. قلت اعذروا نطقي لاني عمري ما درست الماني. وانا ممتن لطالبه هنا في نورث امريكا كنت بدرسها وهي المانيه اساسا، وكانت عارفه ان انا بحب الترمينولوجي، فجت قالت لي اصل حرف الاتش ده بس هي بتنطقها حلو، هيلر اللي هو لايتر ده اتش زون. يبقى ثالث سؤال، المكان اللي فيه مايسن بس هو الاتش زون. يبقى نعيد تاني التالت اسئله، الاي باند اكتن فقط. تاني سؤال، الاي باند مايسن واكتن، بشاور عليها بليزر، مايسن واكتن. في نص الاي باند في منطقه فيها مايسن فقط فبتبان افتح قليلا فسموها الاتش زون. بينما في نص الاكتن وده الاهم بقى، في حاجه اسمها زد لاين، ممكن يسموها زد ديسك، ممكن يسموها زد بادي، كلهم صح في الام اس كيو بنقول الثلاث كلمات هنا. وقلنا دي برضو كلمه بالالمانيه اللي هي زايزن شيبا اللي هي معناها ديسك بتوين الاي باند، فاول حرف فيها زاي جاي اللي هو زد، عشان كده سموها زد لاين. يبقى ده رابع سؤال. طب خامس سؤال بقى اللي هو اهم سؤال، ما هو الساركومير؟ هو ده وحده الانقباض. ساركو علمتكم كلمه ساركو في اللغه معناها فليش، هناخدها بمعنى عضلة. مير يعني قطعة، قطعة العضلة. يبقى ده الفانكشن يونت او الكونتراكتايل يونت اوف ماسل. يبقى ما هي الساركومير؟ اقرا معايا اهي، ذا ديستانس بتوين تو سكسيسيف زد لاينز او تو سكسيسيف زد ديسكس او تو سكسيسيف زد باديز. ده اهم سؤال هو الخامس، ساركومير ذا ديستانس بتوين تو سكسيسيف زد لاينز. طيب دلوقتي احنا عشان يحصل انقباض مين بيقوم بهذه مين بطل مسرحيه؟ بطل مسرحيه والكالسيوم، بس يعيبه انه محبوس في ساركوبلازميك ريتيكولم اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم اللي موجود في اي خلايا بيسموه في المصل، في المصل ساركو. ساركو قلنا يعني فليش او مصل. ساركوبلازميك ريتيكولم ده عامل قلنا زي ما قلنا عصايه الغاليه بتاعت عادل امام وفي اخرها كوزين. الكالسيوم محبوس في التيرمينال سيسترني في الانتفاخات النهائيه دي. التيرمينال سيسترني دي اولاد فيها ثلاث اسئله في الام اس كيو، هي اللي بتحتوي الكالسيوم، ده اهم سؤال. طب عشان نعمل انقباض لازم يخرج، هيخرج من حاجه اسمها رايانودين ريسبتور. يبقى رايانودين ريسبتور في الام اس كيو موجوده في التيرمينال سيسترني وفي ساركوبلازميك ريتيكولم، وفي نفس الوقت الرايانودين ريسبتور دي لانها بتتاثر بعقار اسمه رايانودين فيها الكالسيوم شانل، يعني هي ريسبتور وفيها تشانل، بس التشانل دي بتفتح بايه؟ بالكهرباء، دي فولتج جيتد تشانل الاكشن بوتنشال. وثالث نقطه، طب خلصنا انقباض يبقى لازم ندخل الكالسيوم تاني، دي عمليه اكتف كالسيوم بامب، فمحتاجين كالسيوم اي تي بيس. وعليه خد بالك قبل ما نوصل في المسرحيه ريلاكسيشن، افتح ودانك، اذا اكتف بروسيس، لان عشان تعمل ريلاكسيشن لازم تشيل بطل الانقباض وهو الكالسيوم، عشان تشيله عاوز طاقه، فبقت ريلاكسيشن لما جوابها في الام اس كيو مش باسيف، اكتف بروسس. طيب مين بقى اللي هيفتح البوابه دي؟ قلنا فولتج جيتد، يبقى عاوزين اكشن بوتنشال. فهذا الاكشن بوتنشال جاي عن طريق جدار العضله ساركو لما يعني اقتحم الساركومير عن طريق التي تي بيولز، ترانسفيرس تي بيولز. تي تي بيولز يعني ترانسفيرس، انها بالعرض اهو. فيها ثلاث اسئله ام اس كيو. اولا واهم سؤال، موقعها فين في الساركومير؟ عند الجانكشن اوف اي باند مع الاي باند، الجانكشن اوف اي مع اي باند، ده التي تي بيولز. تاني سؤال، فيها اكسترا سيلر فيود. تالت سؤال، ده ساعات يقول الغلاسه بس، ان فيها سنسور بيقول ان الكهرباء وصلت اسمه داي هيدروبايريدين ريسبتور. داي هيدروبايريدين ريسبتور ده في التي تي بيولز، انما الرايانودين ريسبتور في الساركوبلازميك ريتيكولم، الرايانودين في الساركوبلازميك ريتيكولم، انما الداي هيدروبايريدين في التي تي بيولز ما طلبتهمش. طيب هل في اورجانيل تاني؟ ده ما بيجيش سؤال. طبعا عمليه عاوزه طاقه، الطاقه دي عاوزينها من الاي تي بي، ففي كميات رهيبه من الميتوكوندريا في الماسلز. نكمل الاستراكشر يا اولاد، عايز اوريك بقيه الاستراكشر. انا هنا الان لوحدي همثل كذا دور. اول حاجه همثل دور المايسن. المايسن ده اللي هو 300 مولكيولز، انسى دي ملهاش اي قيمه، انما هو عباره عن ستة تشينز، اتنين هيفي تشينز اهو، هيفي
واربعة لايت، يبقى اثنين هيفي واربعة لايت. الاثنين الهيفي لفين على بعض عاملين هيليكس، لفيت نفسي انا هنا رجعت بصيت تحت مش قادر تبص ومش قادر اغير، معيش حد بيساعدني، عاملين هيليكس، انا لافف رجلي عامله تيل ثم بادي ثم ارمز ثم هيد، ما اقدرش اشيل هيد دي، انسى دي ما عنديش هيد، هيد ادي الهيد بتاعتي. يبقى الهيب معموله من ايه؟ من التيرمينال بارت نهايات التو هيفي اهو مع الاربعه رايت شين. ده سؤال في الام اس كيو. الهيب معموله من التيرمينال هيفي مع الاربعه لايت، تمام؟ طيب الهيد دي فيها ايه بقى؟ ده الاكتين. احنا قلنا مفيش حاجه بتحصل، هو كل اللي بيحصل ان بيطلع كروس بريتش كوبري عابر من المايسين يشد الاكتين. حتى انا استبدلتها بالكراسي بتاعه البريكفاست اللي هي اخف شويه، الكرسي ده هيبقى تقيل عليا، انا عاوز كذا كرسي يقوموا اقوام الممثلين اهو. فالوقتي ازاي يحصل انقباض؟ ان الهيد بيمسك في الاكتين ويشده. فالهيد عنده ثلاث حاجات، اكتين بايندينج سايت، حته هتمسك الاكتين واحد. طب الشد ده مش هياخد طاقه؟ ففي عنده اي تي بي بايندينج سايت، سايت في ادينوزين ترانسفيت، والاي تي بي ده عشان يتكسر محتاج اي تي بيس. فيبقى الهيد فيها ثلاث حاجات في الام اس كيو، فيها الاكتين بايندينج سايت، فيها اي تي بي عشان الطاقه بايندينج سايت، واي تي بيس، ثلاث حاجات، تمام؟ طيب الكروس بريدج اللي بيجيب الاكتين، المايسين ثابت، مين اللي بيتحرك؟ الاكتين، عشان كده سموه اكتين اكشن، علمتها لك. العضله اساسا مايسين، الكبير الثيك فيلامنتس مايسين، انما مين اللي بيتحرك؟ الاكتين، عشان كده سموه اكتين من اكشن. يبقى كل حاجه قلت لك جابوها منين بالظبط؟ وحتى ارد الى ذا كل حق حقه، فالاتش والزون دي انا ما كنتش عارفها منين، قالتها لي طالبة هنا ألمانية، بشكرها جدا على التعاون معها، ودائما أبدا مستعد أسمع من الجميع لو عندهم معلومات. وزي ما بقول الفرق، نحن الآن في مرحلة الثورة المعلوماتية، الدولة اللي عندها معلومات أكتر هتسود، الشخص اللي عنده معلومات أكتر هيبقى في مقام مرتفع عن الآخرين. وقلنا طبعا ده حاجة يعني ده عقيدة، ان ربنا يعني اكتر ناس يخشاهم وبيديلهم اهميه وهيحاسبهم اللي هم العلماء اللي عندهم معلومات. فانا احبكم يبقى عندكم معلومات، مش تهربوا منها ونسطح الامور. لن تنهض الامه وتبقى كويسه غير بالمعلومات، يبقى عندكم معلومات، مش اي كلام، مش داخلين محاضرات نقرا بلاش كلام فارغ. يبقى ده ليه انا سمو ليثيك مايسين، ما يعني العضله اساسا مايسين. طب مين اللي بيتحرك؟ الاكتين. طيب اللي هيشد الاكت ناحيه المايسين كروس بريدج كوبري عابر اهو، متكون من الارم والهيد، دول الهيد اهي، ده الهيد اهي والارم والهيد. طيب يبقى كروس بريدج ده سؤال ام اس كيو، معمول من الارم والهيد، في كام هنج؟ تو هنجز، الهنج فليكسبل يعني هنج عن فصله، الاساسي ما بين الهيد والارم، هيد والارم، وفي واحده ثانيه هي الشولدر بتاعي ما بين الارم والبادي. يبقى ده ثاني ال مايس، هقوله تاني، انت قول معايا كام بيبتايد تشينز، هحاول ارجع مقالك مش عارف اروح فين اكتر من كده. عندنا 6 بيبتايد تشينز، سيبك من الريكو ريتو 300 ملوش قيمه، خلاص تو هيفي عاملين هيليكس، حتى الاتش مع الاتش، الهيفي بحرف الاتش هم اللي عاملين هيليكس يعني فيرا بحرف الاتش، تيل بادي ارمز هيد، الهيد شكلها زي الجلوبيولر يونت، الهيد معموله من ايه؟ من نهايات التو هيفي والاربعه لايت شينز، فيها كام حاجه؟ ثلاثه، اللي هيمسك الاكتين يبقى اكتين بايندينج سايتس، وبعدين عاوز طاقه عشان اشد، ادينوزين ترايفوسفيت بايندينج سايتس، وتحطيم الاي تي بي محتاج الى اي تي بيز، اي تي بيز بايندينج او اي تي بيز موجود في الهيد. طب مين اللي بيشد انهي حته في المايسن؟ كروس بريدج اللي معمول من ايه؟ ارم وهيد، ارم وهيد، ارم وهيد. في عنده كام هنج انت شايفهم؟ هتبقى بتجاوب في الامتحان اللي شفته. عنده تو هنجز فليكسبل، الاهم اللي ما بين الهيد والارم، في واحده ثانيه ما بين الارم والبادي. ده كان المايس. نيجي للاكتين، رقم السعد في الاكتين ثلاثه، ثلاث اجزاء كل واحد فيهم اخر جزء فيهم الثالث بينقسم ثلاثه، يبقى ما نجيش احلى من كده، ثلاثه واخر واحد ثلاثه. اهم جزء اللي انا بشده اللي هو الاكتين ده، خلاص يعني الكونتراكتايل
فيلامينتس في المصل هم المايسين والاكتين. هذا الاكتين اللي هو مفروض معمول زي ما بيقول، عاوز تعرف كام الفارق، 400 مولكيولز خلاص، 400 مولكيولز تبقى عارفهم يعني. والتروبومايسين اللي مخبيه 40، يعني في رقم 4 هنا 400 وهنا 40، الى انسى كام الفارق ده. هو تو تشين عاملين هيليكس لفين، تو تشينز لفين على بعض. اهم حاجه فيهم ايه؟ فيهم الجروف، اهو الجروف اللي هيمسك فيه الكروس بيجز. يبقى عاملين في عندنا هيليكس، في الجروف اللي هيمسك فيه الكروس بيجز بتاعت المايس ده الاكتن. طيب انا تو ما اشوف الاكتن ده في جاذبيه شده عامل كونتراكشن، مين اللي بيمنع الكونتراكشن بقى؟ بقيه الاكتن. في اتنين واقفين كده زي الـ يعني العزول بيمنعوا المايسين يمسك الاكتن، هم مخبيين البايندينج سايتس في الاكتن، مخبيينها اللي هو الحته دي والدراع، الحته دي في مواجهه المايسين منع المايسين يمسك الاكتن. يبقى انا بمثل دور حد تاني دلوقتي، خلاص انا مثلت المايسين، دلوقتي بشترك في تمثيل الاكتن اللي هو تلات حتت، ادي اكتن واللي هو تو تشينز عاملين هيليكس، ده الباك بون ده الاساس، فيها البايندينج سايتس اللي هيمسك فيها كروس بيجز. مين مخبيهم؟ اللي واقف كده حامي الاكتن من المايسين اسمه تروبومايسين، تروبو في مواجهه المايسين. طب عشان اعمل انقباض لازم اشيل الدهله دي، بشدها بالدراع، بروتين اسمه تروبونين هيمسكوا الكالسيوم وياخد التروبومايسين بعيد عشان يسمح للمايسين يشد الاكتن. ده ازاي بيحصل انقباض؟ يبقى في اكتن، مين اللي حميم المايسين؟ تروبو مايسين، وليه دراع بيلففه، تروبو يعني يلفف عشان بيجيبه وراه، خلاص تروبو نين. يبقى اكتن تروبو مايسين في مواجهة الاكتن، واللي هيلف تروبونين، التروبونين ده ثلاث اجزاء، يبقى ثلاثة اخر واحدة ثلاثة، اكتن تروبو مايسين تروبونين. اللي ماسك الحتة اللي ماسكة في التروبومايسين، تروبومايس اول حرف التي اسمها تي، اللي ماسكة في الاكتن اسمها اي، لان الاكتن اسمه اي باند، اللي هيمسكها الكالسيوم بحرف السي ودي اهم حتة اسمها سي بارت. يبقى الاكتن ثلاث اجزاء، اكتن تروبومايسين تروبونين، تروبونين ثلاثة، تي وبعدين اي وبعدين السي. ايه اللي بيحصل بقى؟ كل اللي هيحصل اتي انه الكالسيوم لما يخرج بيمسك السي بارت اوف تروبونين. بس هوريك بقى المصحة المحفوظ زي الفل دلوقتي، بس شوفها متقطعة الاول، هتشوفها متقطعة انه ال- 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 الكالسيوم ده اول حاجة عشان تبقى فاهم محبوس في الساركوبلازميك تيكلم، عشان كده الاكشن تنشر بيجي يطلع الكالسيوم ده، هيبقى الفصل الاول. هنشوف على عملية رسومات بقى، مش هقدر امثلها ان حاوز ممثلين كتير قوي، هتشوف ازاي الاكشن بوتنشال داخل عن طريق التي تي بيولز يفتح البوابه يطلع الكالسيوم. اهم حته بقى اللي انت عايز تشوفها دلوقتي انا همثلها، الكالسيوم ده هيعمل ايه؟ كنت بجيب زميل ليكو يروح ماسك ايدي ده الكالسيوم، يمسك السي بارت اوف تروبونين وبعدين بولز اواي يبعد التروبومايس، في اكسبوز البايندينج سايتس في الاكتين، يبين البايندينج سايتس في الاكتين. تو ما اتشالت المصيبه دي المايسين شايف البايندينج سايتس، يروح طالع كروس بيجز ماسك الاكتن شد، ده ازاي بيحصل انقباض؟ يبقى فهمت ليه الكالسيوم بطل مسرحيه؟ لانه شال المصيبه اللي بتفصل الاكتن عن المايسين اللي هو التروبومايسين، وليها دراع اسمه تروبونين، مسك السي بارت اوف تروبونين شال التروبومايسين، فبقى الاكتن باين قصاد المايسين. انا بمثل الدور الثاني بقى المايسين، فطلع كروس بيجز من المايسين راح ماسك الاكتن وشده. طيب كونتراكشن بيحصل باي سلايدنج، ان الاكتين بيتداخل مع المايس، مفيش حاجه بتقصر، بيسموها سلايدنج او جينيريشن اوف تنشن، شد او كونتراكشن او سايكلينج. ده الفصل الثالث والاهم، اربع كلمات هوريها لك في المسرحيه ازاي. هذا الاكتين اكشوالي عباره عن شريط طويل اهو، شايف هنا في كرسي وهنا في كرسي ثاني، اتمنى تبقوا شايفينه، دول هما كان مفروض طلبة يبقوا واقفين عاملين شريط الأكل. ازاي العضلة بتقصر؟ ان انا بحرك الشريط ده بدخله جوه المايسين كده، فالعضلة بتقصر. كل سايكل بتتكون من اربع اجزاء، يبقى الاول بايندينج
binding يعني يمسك، وعند bending دي عاوزة طاقة جامدة أشدها عليه، وعند detachment أسيبه، وعند return أرجع للي بعده binding bending detachment return وهكذا binding bending detachment return. يبقى كل سايكل عبارة عن أربع أجزاء. أتمنى تبقى واضحة. يلا شغال كله، أنا شغال كله، إضاءة ومخرج وممثل ومؤلف وإديتور وكل حاجة، بس المهم تستفادوا في الآخر يا غجر. أي هو طيب، غجر دي مش شتيمة، ده لعابة. حتى زميل حاطط لي البوست، أنا بس عشان خاطر أصحيكم. يبقى السايكل كام حاجة؟ يلا همثلها ببطء دلوقتي. يبقى الكروس بيجيس انا بره الصوره دلوقتي شويه، بايندينج مسك في اول سايت، ما في سايت ورا سايت ورا سايت، بيدكك الاكتين جوه المايسن، فالعضله ككل تقصر، فاهم؟ مش حاجه بتقصر، ده بيقصر وده بيقصر، ده بيدكك في ده. الكروس بيجيس قول معايا، الاول بايندينج يمسك، اهم حاجه بتاخد طاقه البيندينج، وبعدين ديتاتشمنت ويرجع يمسك اللي بعديه، بايندينج بيندينج ديتاتشمنت ريتيرن. تاني نعمل السايكل اربع اجزاء اهي. لو كان بس حد ممكن يطلع من الصوره يساعدني، بس يلا يمكن في المستقبل يعملوا حاجات زي كده، الواحد يعني مش حاجه بعيده، ممكن الواحد يطلع من الفيديو تبقى لطيفه. طيب يبقى تاني بايندينج دي اول واحده في الاربعه، وبعدين بيندينج دي اللي هتعمل كده، وبعدين detachment يسيب ويرجع لسايت جديدة. تاني binding bending detachment return، يدكك الاكتين في المايسن، عشان كده سموها سايكل، وفي نفس الوقت الاكتين بيسلايد على المايسن فسموها sliding، كل ده صح. وسموها اسم تالت يا اولاد generation of tension، يعني في شد اللي هي contraction. تعال بقى اوريك المسرحية دي بالرسومات، أنا حاولت أوريك الأجزاء، تعال نشوفها بالرسومات يا شباب. يلا شوف أربع فصول، هنعمل كام فصل يا شباب؟ أربع فصول. فصل طيب أهي، فصل الأول اسمها موليكولار ميكانيزم اوف كونتراكشن، او بتجيلك في سؤال نظري تاني، ده اصعب حاجه دي، لو خلصناها في السكيتا مصر يبقى انت هتعتبر روحك السكيتا مصر خلصت. اسمها اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج، يعني الاكسايتيشن اللي هو الكهرباء، ما الكهرباء الاكشن بتنشا بيعمل اكسايتيشن ادى الى كونتراكشن، فيسموها اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. يعني كل مره المصر هتبقى اكسايتد هتكونتراكت. تذكرني باغنيه الورده الجزائريه بتقول وفي كل مكان يشوفونا يلاقونا احنا الاثنين، فقلت بس دي بتغني الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. عمرك ما هتشوف في المصل اكسايتيشن كهربا من غير كونتراكشن كابل ازدواجيه، كل مره هتاكسايت المصل هتكونتراكت، فيسموها اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج او موليكولار ميكانيزم اوف كونتراكشن. نيجي الفصل الاول، اربع فصول مسرحيه بتاعتي، كان نفسي امثلها كلها بس يعني مثلت الجزء الصعب وسايب الباقي هتاخده من الرسمه. دلوقتي الجزء الاول هو تحرير البطل، من هو بطل الانقباض؟ الكالسيوم. عيبه اللي موجود في محبسه فين؟ في الكوز، في التيرمينال سيسترني بتاعت الساركوبلازميك تيكل. طب عشان يطلع من المحبس البوابات بتتفتح بالكهرباء فولتج جيتد، واسمها ريانودين ريسبتور شانل. طب ازاي هيوصل الكهرباء للحته دي؟ اتعلمناها ان الاكشن بوتنشال اللي كان ابتدى من الادجيسنت اريا للموتور اند بليت، قلنا الاكشن بوتنشال بيطلع في الادجيسنت اريا، هيمشي عن طريق الساركوليما جدار العضله تابعني بالليزر، ثم يقتحم العضله عن طريق الترانزفيرس تيبيولز، تمام، ويفتح الكالسيوم شانل في التيرمينال سيسترني اللي اسمها ريانودين ريسبتور شانل، فيطلع الكالسيوم فتركيزه يزيد في الساركوبلازم اللي هي الميه بتاعت العضله اللي هي الفلويد اللي جوه العضله. يبقى ده الفصل الاول وهو تحرير البطل. تعال نقراها بقى، هنا الرسمه وهنا القرايه، الرسومات حصاد السين يا اولاد.
يبقى هيحصل propagation of action potential. منين؟ من الموتور اند بليت ثم جدار العضلة ساركوليما. الأهم هي اللي جاية بقى، يقتحم الساركومير عن طريق الترانسفيرس تيبيولز تي تيبيولز، يروح للتيرمينال سيسترني فيفتح الكالسيوم شانلز اللي اسمها ايه؟ دي مهمة جدا في الام اس كيو، رانودين ريسبتور. فالكالسيوم يطلع ويزيد الكونسنتريشن ان ساركوبلازم في السائل بتاع العضلة ساركوبلازم، ثم انسدل الستار عن الفصل الأول. تيجي بقى الفصل الثاني اللي هو نشيل المصيبة، المايسن اهو باللون الاسود تملي عامله، والاكتين عامله هنا معلش باللون الازرق، غيرت اللون شوية انا اسف. يبقى ده المايسن والاكتين. مين مغطي الاكتين وبيمنع المايسن انها تطلع الكروس بريدجز تمسكه؟ اللي هي التروبومايسن. تروبومايسن انا عاوز اغيرها دي اسفا معلش في عجالة. الدراع هو اسمه تروبونين، انما الجزء ده اسمه تروبو مايسن. تروبو مايسن اهي هنكتبها ناحية تانية حلوة، تروبو مايسن اهي. لو عرفتوا اصل كم الشغل اللي بيتعمل صلاه الساعات، الواحد زي ما بقول لك بكتب حاجه بيبقى دماغي في اللي بعدها معلش. يبقى مين عازل المايسن من الاكتين الاسود من الازرق؟ تروبومايسن اللي هو ليه دراع اهو اسمه تروبونين. الدراع ده الحته اللي ماسكه في التروبومايسن اسمها تي، ملهاش قيمه دلوقتي. اللي ماسكه في الاكتين اسمها اي، اللي هيمسك فيها الكالسيوم اسمها السي. فالكالسيوم اللي طلع هيمسك في السي بارت اوف تروبونين اهي، سي بارت تروبونين، يموف اواي، يدور شوف دورها، بدل ما كانت قدامها جت وراها عشان كده سموه تروبونين. يموف اواي تروبو مايسن فيبين البايندينج سايتس اللي في الاكتين. ده الفصل الثاني اللي هو ان احنا نشيل المصيبه، ان الكالسيوم هو اللي بيشيل المصيبه. يبقى الكالسيوم عمل ثلاث حاجات، تعال نقراها بقى. الكالسيوم بايندز للسي بارت اوف تروبونين، مسك في السي بارت اوف تروبونين. Move away actually هو دوره جاب وراه عشان كده سموه تروبو. تروبو يعني يدور، تروبونين بروتين اللي بيدور، مسك في السي بارت اوف تروبونين دور التروبومايسين. Move away التروبومايسين جاب ورا الاكتين بعده، فعمل uncovering لل binding sites of actin. ال covering sites هي بقت uncovered، فيقدر دلوقتي يطلع الكروس بريدجز من المايسين يمسك الاكتين. ده الفصل الثاني. ثم الفصل الثالث وهو اهم الفصول بقى يا اولاد، يلا ركز معايا. الفصل الثالث راحت فين اهي؟ بس هتيجي حالا حالا هتيجي اهي. الفصل الثالث بعدين بقى فصل الثالث، ده اهم الفصول اللي هو اربع اجزاء سايكلينج لانهم بيتكرروا. انه الكروس بريدجز، بص انا عامل هنا في سايت واحد اللي هي الكرسي الاولاني، وبعد الكرسي الثاني، بعد المفروض في كرسي ثالث، وعمال يدكك اهو يدخله، حتى شايف الاتش زون هي هتختفي. يبقى اول حاجه يحصل بايندينج يمسك في سايت 1، وبعدين بيندينج يبقى زقها كده دخلها لجوه، يبقى حصل سلايدنج، الاكتين اتحرك اوفر ذا مايس عشان كده سموه اكتين، ده بتاع الاكشن. يبقى بايندينج بيندينج وبعدين ديتاتشمنت ساب، وبعدين يرجع يمسك في السايت رقم 2، كان هنا ماسك في واحد ماسك في 2 ريتيرن. يبقى بايندينج بيندينج ديتاتشمنت ريتيرن، تبقى حافظها. تاني اول حاجه بايندينج وبعدين بيندينج وبعدين ديتاتش ويمسك في اللي بعدها، فيقعد يدكك الاكتين في المايس. وعلى فكره ده بعد شويه المايس دول هيركبوا على بعض، يعني انت واحد يقول لي طب هيروحوا فين بعد كده؟ لا دول بيركبوا على بعض مفيش مشكله عندنا. يبقى نقولها تاني مع بعض، بايندينج بيندينج وبعدين يسيب عشان يرجع لدي ديتاتشمنت اند ريتير. فين اهم سؤال هنا بقى؟ في سؤال مهم جدا في الام اس كيو، ان خطوتين بس في الاربعه اللي عاوزين طاقه اللي هم البيندينج والديتاتشمنت، عشان كده حطيتهم لك في الدائره المشهوره بتاعت المعرجه. دول اللي عاوزين اي تي بي اهو،
البندنج والديتاتشمنت دول اللي نيد اي تي بي. حتى واضح منها بص انك تمسك مش عاوز طاقه، انما هتعمل بندنج يعني هتشد هتجر يبقى عاوزه طاقه، والديتاتشمنت عاوزه طاقه انها تسيب عاوز طاقه. عارف لو خلص الاي تي بي ما نقدرش نعمل ديتاتش. وعندي دليل لذيذ قوي، اما لاعب يبقى بيلعب في الملعب وبعدين خلص الاي تي بي من كتر الجري، تبص تلاقي حصل له شد عضلي، يعني حاسس العضله بالكونتراكت اللي مش قادر يفكها، فيلير اوف ديتاتشمنت بسبب انه خلص الاي تي بي. حتى نسميها كونتراكتشر مش كونتراكشن، كونتراكتشر. يبقى عمليتين عاوزين الاي تي بي، البندنج والديتاتشمنت، اثنين وثلاثة مش واحد واربعة. البندنج والريتيرن مش عاوزين طاقة. طيب تعالى بقى تاني سؤال في الام اس كيو مهم جدا، اثبت ان مفيش حاجه بتقصر وان الاكتين تدخل مع المايسين. اثبات موجود قصادك اهو، الاتش زون ديسابيرز اختفت، دي اول حاجه. طب الساركومير الديستال ما بين تو زد لاين لما ده دخل وده دخل بقت شورتنز قصره، انما مين اللي قعد كونستانت ولم يتاثر؟ الاي باند. ثلاث اثباتات، اسئله رهيبه في الام اس كيو، الرسومات حصاد السنين مجاوبه كل حاجه. يبقى الدليل ان مجرد تداخل الاكتين مع المايسين ثلاث حاجات، اختفاء الاتش زون، قصر الساركومير اللي هو المسافه بين تو سكسسيف ديد لاين، عدم تاثر الاي باند. تعالى بقى نقرا الفصل الثالث في تلخيص هو حصاد السنين. الورق ده بقول ده ثروه لما تبص عليه، حصاد السنين. شكرا على الناس اللي بتبعت يعني تأييدها للي بيتقال، انا متشكر جدا، اشكركم واتمنى تبقوا فاهمين. يبقى الفصل الثالث اسمه جينيريشن اوف تنشن او كونتراكشن اسم الثاني، او سايكلينج لان كل سايكل فيه اربعه، او سلايدنج ان واحد يتزحلق على الثاني. اهم اسم السايكلينج لان السايكل كام حاجه يا اولاد؟ اربعه، فاكرين عملتهم لكم، بايندينج بيندينج ديتاتشمنت اند ريتيرن. مين اللي عاوز اي تي بي؟ البيندينج والديتاتشمنت. بدليل اهو اذا ما فيش اي تي بي اديني كاتبها لك، يبقى فيلير اوف ديتاتشمنت اللي هو الشد العضلي. انت لو هتبص اللعب من كتر ما استهلك الاي تي بي ما فيش اي تي بي، فالعضله بقت في حاله شد، يسموها ماسل كونتراكشر نوت ماسل كونتراكشن. بص على السبيلنج. البروف ده كل واحد فيهم سؤال ام اس كيو، اختفاء الاتش زون، قصر شورتنج اوف ساركومير، الاي بان كونستنت. نيجي بقى الفصل الرابع يا شباب وهو ريلاكسيشن. قلنا اهم حاجه في الريلاكسيشن انها اتس ان اكتف بروسيس، ان لازم الكالسيوم اللي بعد التروبونين تروبومايسين يسيب التروبونين تروبومايسين عشان يفصل المايسين من الاكتين، يبقى لازم الكالسيوم يدخل الى محبسه. طب هو موجود بتركيز عالي هنا في الساركوبلازميك تيكر، يعني هتنقله من تركيز منخفض لحته تركيزه فيها عالي، يبقى عمليه اكتف كالسيوم بامب. كانت عاوزه قلنا ايه بقى؟ عاوزه اي تي بي وكالسيوم اي تي بيز اللي قلناها في الساركوبلازميك تيكر. دخل الكالسيوم ايميديتلي لما ساب التروبونين تروبومايسين، رجع التروبونين تروبومايسين تاني لمكانه، فصل المايسين الاسود من الاكت الازرق، فصلهم تاني فحصل ريلاكسيشن. يبقى ريلاكسيشن ابتدى بانك خدت هو مين اللي كان شال التروبونين تروبومايسين ولف وجاب ورا الاكتين؟ الكالسيوم. طول ما الكالسيوم ماسك فيه الكونتراكشن شغال، عشان تعمل ريلاكسيشن هات الكالسيوم ده حطه تاني في محبسه، تعمل كالسيوم بامب بامب يعني طاقه، عشان كده بنقول ريلاكسيشن از ان اكتف. فيرجع التروبونين تروبومايسين يسيبريت الاكتين فروم مايسين، ده اللي هو ريلاكسيشن. رسومات تعبت فيها، اتمنى تفيدكم يا اولاد. الريلاكسيشن اهم كلمه زي ان اكتف بروسيس، ات نيدز اي تي بي اند اي تي بيز. كالسيوم از بامبد وانس اجين از ريتيرند انتو the cisterni of sarcoplasmic reticulum عن طريق الاي تي بي والكالسيوم اي تي بيز. ما احنا قلنا ايه عمليه اكتف؟ عاوزه ادينوزين ترايفوسفيت لو كنت فاكر في الانترودكشن، وعاوزه كارير بروتين ويز اي تي بيز اكتيفيتي، مش حاجه واحده بس، مش اي تي بي وبروتين عنده اي تي بيز اكتيفيتي. فبالتالي التروبونين تروبومايسين وخصوصا التروبومايسين ده المهم اللي بيقف في مصادره المايسين، سيبريت الاكتين فروم مايسين فيحصل ريلاكسيشن. تعالى بقى نعيدها تاني في عجالة بسرعة الأربع أجزاء، وتبقى دي واحد من أصعب الحاجات في السكيتر ماسل، أول مرة في حياتي يا أولاد أعملها لوحدي، أتمنى أبقى
نجحت في اظهارها. دلوقتي لما تقرا الاستراكشر اوف ماسل بقى هنقراه مع بعض في 5 دقايق في الاخر هتلاقي نفسك مفهومه جدا. فصل الاول اللي هو قلنا فصل اول 4 فصول هو الريليس اوف كالسيوم، نطلع البطل. قلنا محبوس في محبسي في التيرمينال سيسترني بتاعت ساركوبلازميك تيكلا، البوابات بتفتح بالكهرباء بالاكشن بوتنشال. فالاكشن بوتنشال اللي جه في الادجيسنت اريا اوف موتور اند بليت في السؤال اللي قبله هيمشي على الساركوليما ثم يقتحم العضله عن طريق التي تي بيولز ويفتح الكالسيوم شانل اللي هي الرانودين ريسبتور، ده سؤال ام اس كيو، اللي هي الرانودين ريسبتور شانل في التيرمينال سيسترني، فيطلع الكالسيوم فتركيزه يزيد في ساركوبلازم الميه بتاعت العضله ثم انسدل الستار. يبقى الفصل الاول انك تطلع البطل، البطل محبوس هيشتغل ازاي يطلعه. يبقى اكشن بوتنشال من ادجيسنت اريا اوف موتور اند بليت يمشي على الساركوليما يقتحم عن طريق الترانسفيرس بيولز. حتى انا راسم لك هنا السنسور اللي بيقول ان الكهرباء وصلت اللي هو الداي هيدروبيريدين ريسبتور، بس دي ما تكتبهاش بس تبقى عارفها كسؤال ام اس كيو انها موجوده في التي تي بيولز، تقول ان الكهرباء وصلت داي هيدروبيريدين ريسبتور اللي هو الالكتريك سنسور اللي في التي تي بيولز. يفتح الكالسيوم شانل، ده مهم قوي، اللي هو الرانودين ريسبتور شانل اللي هو الكالسيوم شانل، فيخرج الكالسيوم فتركيزه يزيد في الساركوبلازم انسدل الستار. الفصل الثاني بقى ان نشيل المصيبه، ايه اللي بيمنع المايسل من انه يمسك الاكتين الازرق؟ ان في عزول ما بينهم اسمه تروبومايسل، لانه واقف اهو في مواجهه المايسل عشان كده سموه تروبومايسل، تروبومايسل، بس عنده دراع اسمه تروبونين لانه بيلففه اهو، شايف بيلففه. اهم حته السي بارت، احنا قلنا في سي بارت وفي تي بارت اللي ماسكه في تروبومايسل وفي حته ماسكه في الاكتين اسمها اي بارت، هو 3 اجزاء. فالكالسيوم يمسك السي بارت اوف تروبونين خطوه اولى، يموف اواي تروبومايسين خطوه ثانيه، فيكسبوز البايندينج سايتس في الاكتين قصاد المايسين. دلوقتي يقدر المايسين يطلع الكوبري العابر ويمسك الاكتين. يبقى 3 نقاط، الكالسيوم مسك السي بارت اوف تروبونين، ازاح التروبومايسين، انكفر البايندينج سايتس في الاكتين. ده الفصل الثاني. ثم نيجي الفصل الثالث اهم الفصول اللي هو الكونتراكشن. مفيش حاجه بتقصر يا اولاد. اللي بيحصل انه الاكتين بيتزحلق على المايسن عشان كده يسموها سلايدنج. بتحصل ازاي؟ في سايكلز، كل سايكل 4 خطوات فائقه السرعه، يعني ال4 خطوات دول بيحصلوا في جزء ضئيل جدا من الملي سكند اللي بنحكيه ده في مده طويله سبحان الله في خلقه، في جزء من الملي سكند كل سايكل. ان الكروس بريدجز يمسك في البايندنج سايتس بايندنج وبعدين بيندنج، دي عاوزه طاقه اهي، وبعدين ديتاتشمنت يسيب وبعدين يرجع للسايت اللي بعده اللي هو ريتيرن. يبقى بايندنج بيندنج ديتاتشمنت اند ريتيرن، تبقى حافظها صم. بايندنج يعني اول يمسك، بيندنج يعني ينثني، ما تلخبطش دي مع دي، بايندنج يمسك، بيندنج ينثني، ديتاتشمنت يفك وبعدين يرجع مكانه ريتيرن. مين اللي عاوز طاقه؟ البيندنج وال ديتاتشمنت. لو خلص الاي تي بي هيحصل فيلير ديتاتش اللي هو الشد العضلي، بنسميها كونتراكشر. طيب اثبت انه مفيش حاجه بتقصر، ان الاكتين بيتداخل مع المايسن. 3 اثباتات، بص الفرق بين الرسمه الاولى والثانيه، رسومات حصاد السنين. الاتش زون اختفت، الساركومير اسر، المايسن اللي هو الاي باند كونستانت. يبقى الاتش زون اختفت تماما، الساركومير شورتنز اسر، الاي باند كونستانت. تبقى فاهم هذا الكلام. فصل الرابع سدل الستار، فصل الرابع اللي هو ريلاكسيشن. ما لا تصدقوا، ما كنتش عارفه قبل ما تسمع النظريه، ان مش الانقباض اكتف عاوز اي تي بي وريلاكسيشن عاوز اي تي بي. ليه؟ لانه بيبتدي بانك انت تاخد الكالسيوم تحطه في محبسه وتعمل كالسيوم بامب، وهذا يحتاج اي تي بي، وكارير بروتين عنده اي تي بيز اكتيفيتي اللي هو كالسيوم اي تي بيز اللي كان موجود في التيرمال سيسترني. يعني التيرمال سيسترني كان فيها كالسيوم اي تي بيز وفيها تشانل اللي بيطلع منه كالسيوم للكونتراكشن وفيها كالسيوم اي تي بيز اللي هيساعد دخوله عشان الريلاكسيشن.
عشان كده كان فيها حاجتين غير الكالسيوم، كالسيوم ومكان الخروج اللي هو الرندين ريسبتور وطريقه الدخول اللي هو الكالسيوم اتيباز. يبقى فهمت الاستراكشر، يدخل في محبسه، وانس دخل يبقى التروبونين تروبومايسين مفيش حد ماسكه، بقى حر نفسه يجي سيباريت المايس الاسود من الاكتين الازرق فيحصل ريلاكسيشن. ده هو الموليكولار ثيوري كما ينبغي ان تفهم، والا فلا. ويبقى الاوائل سؤال واحد، استخدمنا الاي تي بي كم مره في النظريه؟ اللي يقول لي 2 يبقى ده ممتاز، بس مش اوائل، 3 مرات، مرتين في الكونتراكشن في البندنج والديتاتشمنت، ومره في الريلاكسيشن. فالاوائل يقولوا في البندنج والديتاتشمنت وال ريلاكسيشن. تعال بقى في 5 دقايق انا اوريك الاستراكشر تاني عشان اوريك فيه ازاي لما تشوف المسرحيه بتفهم الاستراكشر بصوره جميله. دلوقتي هتحب الاستراكشر جدا. في 5 دقايق كده في عجاله نقولها كده، دي اهم حاجه في السكيتال ماس، الباقي كله بقى كلام بسيط خالص. قلنا يا اولاد ان الماسل كده لو خدنا من اكبر اصغر ماسل عباره عن فايبرز شعرات، والشعرة شعيرات مايوفايبرلز، والشعيرة عبارة عن مايوفيلامنتس اللي هي خيوط العظم. ولا تنسى مين فيهم الماسل سيل؟ الماسل فايبرز. طيب تعال ناخد الفيلامنتس، في كم نوع بقى من الفيلامنتس؟ قلنا في الإجابة النظري يقول 3، بس مخك في 2، المايسن والأكتين. خلاص مخك في 2، مايسن وأكتين، إنما فيه ليه عشان تاخد فول مارك ألفا أكتينين بيمسك الاكتين في الزد لايت. وقلنا حتى هنا بنقول التايتن والنيبيولين والام لاين، ما بنقولهمش عندنا، ده ما يعرفوهمش، هم قلتها للزملاء اهو بس عشان يبقوا عارفين الاصغر سنا طبعا. بص بقى للهب دلوقتي، عباره عن المايسن هو الثيك فيلامنتس، هو الدارك ما بيلمعش في الضوء، عشان كده سموه ان ايزوتروبيك، فبقى اختصاره اي باند. بينما الاكت اللي هو الثين فيلمنتس اللي هو بيلمع في الضوء، عشان كده بقى اختصاره ايزوتروبيك اللي هو اي باند، اي يعني اول حرف في ايزوتروبيك، متداخلين. طب بيبقى اول سؤال في الام اس كيو، الاي باند اكتين بس، انت جاوب معايا بقى، اعتبر روحك بتراجع لروحك، لو بتقول اسرع مني يبقى احسن، الاي باند اكتين بس. طب الاي باند جاوبها بقى انت اسرع مني، مايسن واكتين، مايسن واكتين. ثالث سؤال في الام اس كيو، طب الحتة في نص المايسن اللي ما فيهاش غير مايسن بس، الأكتين مش متداخل، اسمها ايه؟ اتش زون، يبقى دي اللي فيها مايسن بس. كما ان في الاي باند في حاجة اسمها اتش زون في المنتصف، في الاي باند في حاجة اهم بقى في المنتصف اسمها الزد لاين او الزد ديسك او الزد بادي. طيب رابع سؤال، الساركومير اللي هو وحدة الانقباض، يعني انت شايفه ده، هو ده وحدة الانقباض اللي هو الديستانس، المسافة ما بين two successive Z lines. تمام؟ طيب وبعدين قلنا ان عشان نعمل انقباض، لا انت فاهم مين بيعمل انقباض؟ الكالسيوم، بس محبوش في الساركوبلازميك ريتيكولم، هيطلع من خلال الرينودين ريسبتور تشانل يعمل انقباض ويدخل تاني بمعاونه الاي تي بي والكالسيوم اي تي بيز. يعني عشان كده التيرمينال سيسترني فيها الرينودين ريسبتور تشانل وفيها الكالسيوم اي تي بيز، واهم حاجه فيها الكالسيوم. طب مين اللي بيفتح البوابة دي؟ الكهرباء. عشان كده حرصنا ان احنا نجيب الاكشن بوتنشال اللي ماشيه على الساركوميلا ساركوليما، ويحترق يخترق المصل عن طريق الترانسفيرس بيولز. تعرف فيها 3 جمل ترانسفيرس بيولز، فين مكانها؟ بص على الرسمة، عشان في الهارت هيبقى بحاجة تانية، عند الجانكشن اي باند مع الاي باند، تحتوي اكسسيو فلويد، والحاجة الصعبة ان فيها سنسور بيحس الكهرباء اللي هو الدايهيدروبيريدين ريسبتور. تمام؟ ولا تنسى ان هناك ميتوكوندريا. عاوز اقول لك جمله هنا برضو مهمه، الترانسفيرس تيبيولز والساركوبلازميك ريتيكولم مع بعض يسموهم ساركوتيوبولار سيستم، ما قلناهاش دي، ادي اول مره هقولها مكتوبه اهي، الترانسفيرس تيبيول والساركوبلازميك ريتيكولم مع بعض اسمهم ساركوتيوبولار سيستم. ثم يا اولاد تاني بقى هقول الاستراكشر، انت فاهمس قوي انه انا مثلت دورين قصادك، خلاص مثلت المايسن اللي قلنا 300 مولكيول ملهاش قيمه، كام تشين؟ ولا اقولها انت؟ 6، 2 هيفي تشينز و4 لايت،
التو هيفي بحرف الاتش عاملين هيليكس ضفيره. تيل يعني ديل ثم بادي ثم ارمز ثم الهيد اهو. مفيش هيد هنا مش هعرف اشيل. جلوبال لونين معمول من ايه الهيد؟ نهايات التو هيفي مع الاربعه لايت. نهايات التو هيفي مع الاربعه لايت. في ثلاث حاجات. في الاكتين بايندينج سايت اللي هيمسك فيه الاكتين. وفي طب والبيندينج كان عاوز طاقه يبقى عاوزين اي تي بي. طب والطاقه عاوزه اي تي بيز يبقى في ثلاث حاجات. البايندينج سايتس على الاكتين والاي تي بي والاي تي بيز مفهوم. طب الكروس بريدج بس معمول من ايه؟ من الارمز والهيد. من الارمز والهيد. طب في كام هنج؟ اثنين. تو فليكسبل هنج، واحده ما بين الارم والهيد دي الاهم، واحده ما بين الارم والبادي. يبقى ده كلام بسيط. طب الاكتين يا اولاد عباره عن كام الاستراكشر بتاعه؟ ثلاث حاجات. الاكتين الاساسي الباك بون ده اللي بشده انا. فانا وهذا الاكتين احنا كونتراكتايل، احنا بنعمل كونتراكشن. مين بيعقنا؟ مصيبه بقى، همثل دور تاني انا بقى. مصيبه اهي واقفه قصاد حضرتي قبل كده اسمها تروبومايسين، مغطيه البايندينج سايتس في الاكتين. ان الاكتين ده عباره عن هيليكس من ضفيرتين تو تشينج بس، وعنده بايندينج سايتس. مين مغطيها؟ التروبومايسين. طب اشيل المصيبه دي ازاي؟ ليها دراع اسمها تروبونين. تروبو يعني بيدور. كل حاجه قلت لك سموها ده تروبومايسين عشان قصاد المايس لا يدور تروبونين. يبقى الاكتين عباره عن ثلاثه، الباك بون اللي هو الاكتين ثم تروبومايسين ثم تروبونين. نمره ثلاثه ده القسم ثلاثه، مش احلى من كده. الحته دي اهم واحده اللي بيمشي فيها الكالسيوم، يبقى سي. سي عشان كالسيوم بالسي. اللي ماسكه في التروبومايسين يبقى تي عشان تروبومايسين بتبتدي بالتي. اللي ماسكه في الاكتين اسمها اي عشان الرسمه فيها الاكتين اسمه اي. ده الفكر. ثم بعد كده في قلنا الالفا اكتينين ده اللي بيمسك. لو رجعت للرسمه قلنا الالفا اكتينين ده ولاب ماسك الاي بان الاكتين في الزد لاين. وقلنا ثلاث حاجات بنقولهم هنا. اكبر بروتين تايتن ده اللي بيعمل اسمبلي، ان بيحافظ على المايسنز كده بهذا الترتيب اللي هو هندسي اسمه تايتن. طب اذا في ده اكبر بروتين عارفه الانسان في العالم التايتن، ده لارجست بروتين افتكره من تايتاني. بعد النيبيولين ده لارج بروتين بيحافظ على الاسمبلي بتاع الاي باند. يبقى واحد على الاي باند اللي هو التايتن الكبير. كبير الاي باند الكبيره البروتين الكبير تايتن. والتاني نيبيولين اللي هو على الاي باند. وقلنا في ايفن في الاتش زون في نصها اكتشفوا ان في حاجه اسمها الام لاين. ده لو عاوز كانك تسمع المحاضره هنا. هنا بزود بس الرول بتاع التاتا التانيين في عجاله بقولهم كفايه عليكم كده. ولم يبقى الا ان اشكركم، شكرا على وقتكم، اطلت عليكم، اتمنى اكون افدتكم. ويعني لم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا، نلقاكم على خير في البلاد في حاجه مهمه قوي اللي هو الكواجيليشن ثيوري. احكي لكم اتعملت ازاي بقى، القصه بدات ازاي. وثق كما عملنا في الموليكولار ثيوري وكما عملنا في البليتلتس هتعرفها كويس. بس بص يا اولاد، في الاول ببتدي بالممثلين. ما اقدرش ابتدي اقول المسرحيه انت مش فاهم ممثلين. انا بقى عملت حاجه لطيفه دلوقتي ان انا رجعت بعد المسرحيه عملت لكم الممثلين، فانت فهمت كل واحد دوره فين. حبيت الاستراكشر. نفس الكلام في البليتلتس، لو قريت الاستراكشر بعد ما انا قلت قصه كما يتحقق المهندس من سلامة الأبناء. فكل حاجة لطيفة. بس روم was not built on one day. يعني ما اقدرش اقول لك كل الحقيقة في اول دقيقة تلاقي نفسك عارف القصة ازاي. يعني قصة بهذا التعقيد، واحد اللي عملها وفهمها راجل خد نوبل. مش فيها خد نوبل، قلنا في الاكشن بوتنشال في الشانلز. هاكسلي ما بيهجص هاكسلي. لا، فتحتاج انك تقعد وتتأمل وتفهم. بس اشور يو اللي شاف اللي انا عملته ده ولا سؤال في الام اس كيو سيغيب عنه، كله هيبقى عارف كويس قوي. لم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.